أين عاصفة الحزم اليوم لتنقذ قدسنا؟ يا أخي هذه القدس، وإن بيعت القدس ستباع مكة. إن بيعت القدس اليوم وبيع المسجد الأقصى ستباع مكة، وستباع المدينة، وستباع اليمن، وستباع ليبيا ومصر. إذا باعت القدس فسلام على بلاد العرب. لم ينتفض أحد، لا من قريب ولا من بعيد، إلا أقدام الشهداء، إلا عياد الشهداء الطاهرين. وأنا أقول والله اللي استشهدوا اليوم اجمعوا أحذيتهم، اجمعوا أحذيتهم الطاهرة التي امتزجت بالدماء على حدود الوطن، واقذفوها في كل وجه خائن. اقذفوا تلك الأحذية، أحذية شهداء اليوم، ارموها في وجوه كل متخاذل، في وجوه كل متآمر على فلسطين، ارموها في وجوه حكام العرب. نعم اقذفوها، اقذفوا أحذية الشهداء بعد أن تجمعوها وارموها في وجوه كل